وحنروح من الحسكة لدمشق. شفنا خلال إعلان نتائج كان الثانوية العامة أو التعليم الأساسي قد كان في عنا شباب وصبايا قدروا يوصلوا لنتائج كتير مهمة. صحيح، كان في نسب عالية من الأشخاص اللي قدروا يجيبوا المجموع التام، ولما نحكي رش عن المجموع التام يعني ولا جزء من العلامة. وين راحت علامة العربي اللي كانت تروح بالعادة؟ نحن على دورنا كنا نحكي بعلامة، بس هلأ صرنا نحكي بجزء من العلامة. صحيح، يعني بتحرمون أنه يجيبوا المجموع التام. خلونا نكون مع ضيفنا وهو الشاب المتفوق حسن أيمن محفوظ يلي حقق العلامة التامة بمرحلة التعليم الأساسي. صباح الخير أول شيء، وألف مبروك هذا التفوق. بالبالك الله يسلمك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يعني، وألف مبروك. بالبداية دائما مسأل هذا السؤال، كنت ناطر العلامة التامة وقت قالوا أنه طلعت نتائج التاسع؟ طبعا انا كنت متوقع اني جيب علامة تامة، بس كنت خايف انه مثلا يروح لي اجزاء يعني. بس بأي مواد كنت خايف؟ كنت خايف مثلا يروح لي بالعربي مثلا، بالموضوع موضوع الانجليزي، بس الحمد لله لا ما كان في اي اخطاء. تمام. وقت اللي بنقول نحن شهادة وعلامات تامة مصرة اليوم الوراء تطير مني انا. في فترة تحضير، في رعاية من الاهل، وفي اكيد حلم وتصميم منك انه انا اليوم بدي اصل لهي النتيجه. خلينا نحكي عن مرحله التحضير، كيف بلشت عندك؟ طبعا انا من الصيفيه تبع لما نجحت من الثامن على التاسع قلت بدي بلش ولازم اجيب العلامه التامه. انا كان يعني كان عندي طموح اجيب العلامه التامه، وطبعا اهلي كانوا موفرين لي مثلا انه بالبيت مكان لادرس فيه، يعني انه بجو دراسي يعني. ما كنت اتلهى، كنت تابع مع الاساتذه. نعم. كنت تابع مع الاساتذه يعني، حتى بالاخير ما انضغط بشهر الانقطاع، كان شهر الانقطاع مراجعه بس، ما كان انه اعاده دراسه من الاول. بلشت من الصيف يعني بتحضير؟ انا بلشت من الصيف دراسي كل المواد ولا لا اختلف بعض المواد؟ كل المواد بلشت دراسه يعني. خلصت المنهاج يعني قبل ما تفوت؟ تقريبا نص لثلاث ارباع المنهاج. تمام. بالصيفية. أكيد يا رشا، بدنا نوجه تحية كونه ذكر أهل والده يلي موجود معنا بالاستديو، بدنا نقول له صباح الخير. يعني حكيت عن دعم الأهل، نسألك في تجارب عندكم بالعيلة حدا قدر مثلا يجيب المجموع التام أو أعلى، أو حدا من إخواتك يعني لحتى هيك حالة المنافسة تكون عندك متحفزة أكثر؟ هلأ الصراحة أنا أول شهادة بالعيلة، وهذا كان حافز أنه أنا أكون مثلا قدوة لأخي الصغير مشان كمان هو يجيب العلامة التامة. فأنا كان طموح يجيب العلامة التامة مشان يعني أخي كمان يكون عنده طموح. اليوم أنت مو بس قدوة لأخوك الصغير، حتكون لأولاد العم وأولاد الخالي كلهم حيقولوا ها. عليت السقف كتير اليوم يا حسن، كلهم حيقولوا ها حسن درس، فأنت فيك اليوم تدرس وتكون مثل حسن، يعني كونوا مثل حسن. تذكري هذا الإعلان. تمام. أكيد حسن، كتير مبسوطين إحنا فيك وفخورين فيك. نحكي عن فرحة النجاح، وقلت لنا أنه أنت كنت محضر صح، ولكن إحنا دائما نخاف من دول الجزئيات الهفوات اللي ممكن إحنا ما نكون حاسبين لها. وقت خبروك بعلامتك كيف كانت ردة فعلك؟ والأهم الأب والأم اللي هنن اللي درسوا بالنهاية، هنن اللي حضروا تعبوا. صحيح. وقت اجت وقت ترب موعد النتائج، انا كنت يعني عم اقول يا ان شاء الله يا تامي يا اقلب كم جزء. بس لما اجت تامي يعني هيك انصدمت، فرحت. بس الحمد لله يعني كنت متوقع انا، بس فرحت هيك اكثر لما طلعت النتيجه. هربت من الجزئيات؟ اي الحمد لله. والاهل؟ الاهل كمان استفرحوا اكثر مني، لانه هن كانوا كمان خايفين اكثر مني. انا كنت واثق انه بجيب تامة، هن كانوا خايفين اكثر انه يروح لي اجزاء او هيك، بس الحمد لله كان ما راح لي ولا جزء. حسن حكينا اكثر عن حالك، يعني انت كل الوقت دراسه دراسه ولا لا في عندك هوايات معينه؟ بتقضي وقت على النت؟ بتطلع مع رفقاتك؟ كيف كنت تقضي ايامك؟ خلينا نحكي من قبل، من يعني من الفتره التحضيريه، من فتره الصيف، بعدين رحت انت على فصل الشتاء، واكيد يعني سنوات الدراسه لحتى قبل الامتحان، كيف كنت عم تنظم وقتك؟ هلا بالتاسع انا كنت ناوي انه خلص هاي السنه للدراسه، ما بدي اعمل شيء غير دراسه. بس شفت انه يعني مو لهالدرجه، التاسع صعب لحتى انه ضل دراسه. كنت مثلا ادرس، نظم وقتي بين المدرسه، ارجع ادرس، ارجع مثلا اروح في مع زوج خالتي ساعده في بقاليه عنده،
اشتغل معه وبعدين ارجع على البيت راجع دروسي ونام، يعني هيك كنت نظم وقتي. بس هي مثلا على الموبايل انا ما انا برايي انه بهالوقت ما في حاجه. ما كان معك موبايل حسن؟ ايه لا انا ما معي موبايل بهالوقت، ما في حاجه. ما جابوا لك موبايل عن نجاح؟ ايه والله ما بعرف اذا ناويين، بس بهالوقت انا برايي انه ما في حاجه للموبايل لبعد البكالوريا. والله يعني كثير حلوه الاراده. ليش حلوه الاراده اللي عندك؟ ايه واذا احتجت شيء بالموبايل يعني موبايل والدتي موجود فيني استعمله. ما بنعرف اذا حنضمن حسن اليوم من تاريخ لقائنا اليوم للثانويه انه انت حتبقى بلا موبايل او حتضل على هذا التصميم، ولكن اكيد شكله عنده اراده كثير حلوه وثقه بحاله. اكيد حسن فرحه النجاح كثير حلوه. خلينا نحكي بعد النجاح عن التكريمات، عن المعنويات الحلوين، ان كان من جهات وان كان من الجيران من الاقرباء. يعني بعد النتائج يعني صار كثير عالم صرنا زمان محاكين مع يجوا لعنا يباركوا لنا. اجى السيد كمان مدير التربيه عماد، مدير تربيه القنيطره، كمان اجى زارنا. مدير مدرستنا استاذ اياد كمان اجى بارك لنا، يعني كثير هيك، وتكرمنا كمان من فرع الحزب. ايه صار كثير تكريمات. قديه حلو هذا الشعور. ايه يعني كثير حلو. عم نشوف نظرات الوالد، يعني يا ريت نحن فينا ننقل اليوم كيف عم يطلع بابنه هو عم يحكي فخور كثير فيه. اكيد اليوم هو ثمره جهودك يعني بالنهايه. طيب كمان حسن خلينا نحكي اكثر عن كل الاهل مثلا لما يكون في شهاده تاسع او بكالوريا بيسالوا عن الدروس الخصوصي اذا انت اتبعتها ولا لا، كنت بحاجه خلال السنه لتتبع الدروس الخصوصي؟ خلينا نحكي كمان عن مدرستك اليوم. هو بصراحة مدرستنا ما حاجتنا أن نكون في دروس خصوصي، كادر عنا كادر التدريس عنا بالمدرسة كتير ممتاز وما حاجنا أبدا للدروس خصوصي مثلا، بس مثلا كان قبل الامتحان يعني مشان نطمئن حطيت كم درس، بس مدرستنا أبدا ما حاجتنا للدروس خصوصي ثانوية متفوقين. طيب خلينا هيك يعني من خلالك اليوم، انت قلت التاسع مانو صعب، يعني لا ما فيك اليوم هيك توجه رساله اليوم لكل طالب عنده هذا الطموح اليوم انه مثلك يحصل على العلامه التامه، شو ممكن توجه له؟ شو النصائح اللي ممكن انت تقدمها لكل الطلاب يلي عم يتحضروا هلا لخوض معركه التاسع اذا بدنا نسميها معركه؟ هلا اللي عنده طموح ما في اي شيء ممكن يوقف بطريقه، بس انه يتابع حاله ما يتلهى، يعني هي سنه واحده اللي بده يتعبها، يعني بس ويكون عنده طموح اكيد ما في شيء راح يوقف طريقه. اكيد واراده، اكيد الاراده هي والحب دائما نحن بننجح بالاشياء اللي بنحبها بحياتنا ان كان بالحياه الاجتماعيه او الدراسيه. حسن نحن كثير فخورين فيك وكثير مبسوطين لهذا النجاح، ونتمنى نشوف اسمك ايضا بالثانويه العامه. بدنا نشكرك ونتشكر اهلك من القلب، يعني من قلهم يعطيهم الف عافيه. شكرا يا حسن. اهلا وسهلا حسن. قبل ما نختم بدك تصير دكتور يعني؟ ايه كل الشاطرين بتضل هي القصه، كلنا بدنا نصير دكاتره ان شاء الله. يا رب تصير احسن واهم دكتور، وبالشهاده الثانويه بنرجع بنستضيفك وبتكون ايضا محقق اعلى العلامات او العلامه التامه. ان شاء الله. شكرا كثير لوجودك معنا. الله يسلمك يا رب.